الأخبار من أونلاين. بك رغد، أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيلها. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بيانغ خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى بكين التي تستمر يومين. تناولت مباحثات الزعيمين الشراكة الروسية الصينية والتنسيق ما بين القوتين الكبرتين في مواجهة التحديات الأمريكية. كما بحث الزعيمان القضايا الدولية الرئيسية بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية والبرنامج النووي الإيراني. يتضمن جدول الزيارة المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. هذا وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده على استعداد للعمل مع روسيا لحماية النظام العالمي في عقب جلسة المباحثات الثنائية مع الرئيس الروسي الذي يزور بلاده حاليا. روسيا والصين سيدعمان بعضهما البعض وسنعمق من علاقاتنا الاستراتيجية، وفي هذا السياق نحن مستعدون لحماية النظام العالمي على الأسس الموضوعة من الأمم المتحدة، وسنحاول توحيد الأقطاب المختلفة مع جعل الحل السياسي في المقدمة، وسنبذل قصارى جهدنا لإرساء السلام في العالم. للمزيد من المتابعة ينضم إلي من موسكو عبر سكايب الأستاذ تيمور دويدار المحلل السياسي. أستاذ تيمور، أهلا بك معنا على شاشة أون لايف. إلى أي مدى حرب الاستقطاب الأخيرة التصعيدات الأمريكية مؤخرا من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الدولتين كان قسما مشترك لمزيد من التقارب بين حليفين استراتيجيين إقليميين مثل الصين وروسيا؟ تحياتي لك. بالطبع يعني الولايات المتحدة مثل الكاتالايزر يعني ساعدت على ربما تسريع إدماج العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية إلى شبه التحالف، لكن كل ما هنالك في الأمر أن الخطط الموضوعة بين روسيا والصين بالمضي في الشراكة موضوع من فترة طويلة، وهي صراحة شراكة استراتيجية حتى الآن هي اقتصادية، لكن اليوم نحن سمعنا أن منظمة شنغهاي ربما نسمع فيها تعاون عسكري مستقبلا. طيب سنعود بالذاكرة إلى الوراء مع مشاركة جيمس ماتس في سنغافورة في القمة الأمنية التي عقدت قبل أيام قليلة، وأعلن فيها استراتيجية من 4 مبادئ وصفها المحللون السياسيون وقتها بأنها إعلان حرب على الصين، وكأن الولايات المتحدة تعلن بكين بأنها عدو عبر مجموعة من الإجراءات الخاصة بحرمان من مناورات خاصة بنظام تسليح تقارب مع تايوان من جهة. إلى أي مدى أيضا هذا يبرز الموضوع الأمني والاختلاف الأمني ما بين الخلافات الأمنية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه الكلمة ليس فقط الأيديولوجية التي سائدة الآن في الولايات المتحدة في البيت الأبيض وأعوانها، يعني تفعل مشاكل مع الصين وروسيا فقط، إنما حتى اليوم جي 7 هناك اجتماع جي 7 ونرى أن 6 أعضاء من المجموعة يتحالفون ضد الولايات المتحدة التي فرض عقوبات حتى على كندا وعلى المكسيك في عقوبات تجارية بخصوص معادن. تلك السياسة الأمريكية لن تؤدي إلى استقرار أمني في العالم. الكل يتفهم جيمس ماتيس ودونالد ترامب وكل هذه المجموعة من المحافظين الجدد معنى المصالح الأمريكية. يعني لا نعارض ذلك، لكن ليس على حسابنا وحسابك وحساب أي أحد. فكما سمعنا اليوم أيضا هناك اتفاقيات ربما تبرم بالتعاون بين منظمة شنغهاي ومنظمة اليورو آسيوية في روسيا هنا، وذلك سوف يقرب أيضا ليس فقط اقتصاديا إنما عسكريا. فنحن ربما سوف نشاهد تحالفات جديدة و عالم جديد، يعني غير ذلك العالم الذي تم الاتفاق عليه بعد الحرب العالمية الثانية. وقت شيق نقضيه، لكن للأسف هناك
نحسب بعدائية من قبل الولايات المتحدة وبعض من حلفائها. طيب سيد تيمور، نراه في الشرق الأوسط وفي أوروبا حتى الآن، أنا أقصد القادمة بالتحديد. طيب ما الذي باستطاعت موسكو أن تقدمه إلى بكين في ظل الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومفاوضات ما زالت توصف بالمتعثرة ما بين المفاوضين الأمريكيين والصين وأيضا التهديد بإجراءات ورسوم انتقامية بين البلدين؟ هناك إدغار سيدتي الكريمة، إدغار بالأمن والاستقرار في منطقة شرق آسيا، وهذا يتضمن الموضوع الكوري، الكوريتين، كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي من أرضها وكوريا الجنوبية التي موضوع عليها جزء من منظومة الدفاع النووي الأمني الأمريكي، أنا أقصد جزء من الساد الذي موجود في كوريا الجنوبية، وهذا موضوع إدغار بين الصين وروسيا من ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى، أي يعني الكوريا الشمالية تتخلص من سلاحها النووي، الكوريا الجنوبية عليها أن تتخلى عن الاستمرار في حوزة صعب الأمريكية، ذلك أسفر عن صراحة بعد أن وضع ذلك تلك المنظومة في كوريا الجنوبية أسفر على إعادة إنتاج جديد للرؤوس النووية والحاملات لها من قبل روسيا وموسكو للحفاظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة، فكل شيء يتم عليه الإدغار، أنا أقصد كلمة إدغار غير المفاوضات، لأن الولايات المتحدة أعتقد في هذه الأونة لا تستخدم أي لغة دبلوماسية أو سياسية، إنما تستخدم لغة التجار، للأسف الشديد علينا أن نتأقلم بالوضع الجديد في العالم. شكرا لكم تمي من موسكو عبر سكايب الأستاذ تيمور دويدار المحلل السياسي. يستعد الفلسطينيون للمشاركة اليوم في مسيرة مليونية القدس ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، ذلك إحياء للذكرى 51 لنكسة عام 1967. من جانبه ضاعف الاحتلال الإسرائيلي عدد قواته المنتشرة على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة استعدادا للمسيرة، محذرا الفلسطينيين من المشاركة في الفعاليات. اعتقد الجيش الوطني الليبي مسؤول الملف الأمني فيما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنا التابع لتنظيم القاعدة، وذلك خلال تقدم قوات الجيش في المدينة. هذا ونجح الجيش الليبي في السيطرة بالكامل على ساحل مدينة درنا بعد طرد الميليشيات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي من مواقعهم. أكدت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي أن الاشتباكات مستمرة وسط المدينة مع العناصر الإرهابية رغم محاولتهم التحصن بين المدنيين واتخاذهم كدروع بشرية. هذا وأكدت الشعبة أن الجيش يتعامل بكل حذر لحماية المدنيين. إلى ذلك حرض مفتي تنظيم القاعدة أو تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا والمدعو الصادق الغرياني حرض العناصر التكفيرية على القيام بعمليات إرهابية في مصر والإمارات وفرنسا، وعبر قناة التناصح والدعوة المدرجة على قوائم التحالف العربي للكيانات الإرهابية دعا مفتي القاعدة من أسماهم بالمجاهدين إلى نصرة مدينة درنة الليبية من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ومصالح مصرية وإماراتية وفرنسية. فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على 6 أشخاص يترأسون شبكات تعمل في مجال الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ليبيا. رحبت المندوبة الأمريكية دولة الأمم المتحدة نيكي هالي بالعقوبات، موضحة أن العقوبات تهدف إلى التأكيد على أن المجتمع الدولي متحد في محاسبة مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر وتهريبهم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تنوي سحب قواتها المنتشرة في سوريا، وأضاف بوتين إن العمليات العسكرية الجارية حاليا في سوريا تعد فرصة فريدة لاختبار وتدريب القوات الروسية،
نافيا أن يتم إجراء أي عملية عسكرية كبرى في سوريا بعد الآن. وأكد بوتين أن مهاجمة المتشددين في سوريا أفضل من التعامل معهم في روسيا. مع استمرار الحرب الأهلية السورية، تحولت سوريا إلى مسرح للتناحر الدولي. فالولايات المتحدة تقود تحالفا دوليا يضم عددا من الدول الأوروبية، فيما تقف القوات التركية محتلة أجزاء من الشمال السوري المتمثل في منطقة عفرين، ناهيك عن أعداد غفيرة من المقاتلين أتوا من كل حدب وصوب وانخرطوا في عمليات عسكرية ضد الجيش السوري تحت غطاء العديد من المسميات. القانون الدولي أجاز فقط للحكومات الشرعية الاستعانة بقوات دولية من أجل بسط سيطرتها على البلاد، مما يضع كافة القوات الأجنبية المتواجدة دون إرادة الحكومة السورية في مرمى التدخل غير الشرعي لتدرج تحت مسمى المحتل. الحكومة الشرعية السورية وبعد أعوام من اندلاع النزاع استعملت حقها الدولي والمشروع في الاستعانة بالقوات الروسية لمساعدتها في حربها على الإرهاب. لتبدأ روسيا بشن ضربات جوية في سوريا في سبتمبر من عام 2015 في أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ وقود من الزمن. وبعد تحقيق انتصارات متتالية حولت دفة الصراع لصالح الجيش السوري، أعلنت موسكو في العام الماضي تخفيض وجودها العسكري بشكل كبير، إلا أنها لا تزال تحتفظ بوحدات عسكرية في قاعدتي طرطوس وحميميم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن القوات الروسية الموجودة في سوريا لدعم الجيش السوري ستبقى هناك ما دامت موسكو ترى مصلحة في ذلك. لم نخطط بعد لسحب هذه الوحدات العسكرية، لكنني سألفت انتباهكم إلى حقيقة أنني لم أطلق على نقاط الانتشار قواعد عسكرية، لأننا لا نبني منشآت طويلة الأمد، وإذا لزم الأمر يمكننا أن نسحب القوات بسرعة وبدون خسائر مادية. وبعد أن أصبحت سوريا مرتع لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى والقوى الإقليمية، يزداد الوضع تعقيدا مع كثرة أعداد القوات الداعمة لكل من النظام والمعارضة، ومع تداخل علاقاتهم المعقدة وتحول اصطفافاتهم، يبدو أنه ليس لأي من اللاعبين الخارجيين أي تصور عما ستكون عليه سوريا بعد توقف القتال. فهل سيتذكر العالم الكلفة البشرية الباهظة التي دفعها وما زال يدفعها الشعب السوري من أبنائه يوميا؟ استطاع الجيش اليمني السيطرة على ميناء الحديدة في اليمن بعد طرد الميليشيات الحوثية التي هربت تحت ضربات قوة المقاومة المشتركة بدعم من التحالف العربي. تلعب معركة تحرير مدينة الحديدة دورا محوريا وحاسما في الحرب باليمن، لما لها من أهمية بالغة في تغيير موازين القوى بشكل كبير لصالح الحكومة اليمنية والتحالف العربي، إذ أنها تقطع الشريان الإيراني في اليمن وتمنع إمدادها الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من خلال ميناء الحديدة الاستراتيجي، والذي تتخذه الميليشيا قاعدة لانطلاق أعمالها الإرهابية في الساحل الغربي واليمن وتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر. وتعد الانتصارات العسكرية لقوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية المشتركة المسنودة من القوات المسلحة الإماراتية في جبهة الساحل الغربي والسيطرة على معسكر العمري شرقي مدينة زباب مركز مديرية باب المندب من قبضة ميليشيا الحوثي تعتبر ضربة قاسمة للمشروع الانقلابي في اليمن وتبديدا لآمال الميليشيات في السيطرة على حركة التجارة العالمية وتهديد الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، كون المعسكر يربط بين ثلاث مديريات على الساحل الغربي هي باب المندب والوازعية والمخا، والذي بدوره يمثل مركزا للقوات المسؤولة عن حماية مضيق باب المندب على المنفذ الجنوبي لممر الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر، والذي تمر به أكثر من 12% من تجارة النفط والبضائع على مستوى العالم، ويعتبر ميناء الحديدة ثاني أكبر الموانئ اليمنية بعد عدن. وبخروج عن سيطرة الحوثيين، فإن الميليشيات ستعيش عزلة حقيقية وغيابا كاملا لمصادر الدعم، ما سيضعف قدرتها على البقاء بحسب خبراء عسكريين. وتتمركز القوات اليمنية وهي في حالة تأهب لدحر الحوثيين على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الحديدة، ما ينقل معركة تحرير باقي المناطق اليمنية من ميليشيات إيران إلى مرحلة الحسم، لما لهذه المدينة من أهمية بالغة في تغيير موازين القوى بشكل كبير لصالح الشرعية اليمنية. جدد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعوته للأطراف اليمنية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للخروج بحل سياسي يوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وإننا نؤكد مجددا
فأوقفنا لدعوة الأطراف اليمنية إلى طاولة المباحثات وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق. شهدت المملكة الأردنية الهاشمية على مدار الأيام الماضية احتجاجات متفرقة على عدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. هذا وأكد صندوق النقد الدولي التزامه بدعم الأردن، كما رحب بإجراء حوار حول قانون الضريبة على الدخل. التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ومحاربة التهرب الضريبي وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل إذا لزم الأمر، فضلا عن الوقوف على أسباب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الأردن. هذا ما انتهت إليه رؤية رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده والتي نجم عنها احتجاج من قبل المواطنين. صندوق النقد الدولي رحب بدعوة الرزاز لعقد حوار مجتمعي للتوصل إلى حل يقود الأردن بعيدا عن الدخول في نفق مظلم، إلا أنه أكد أن عمان لا تزال بحاجة إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في خفض عجز الموازنة للدولة وتقليل الدين العام الذي تجاوز 35 مليار دولار. واقترح صندوق النقد الدولي على الحكومة الأردنية فرض ضريبة جديدة سميت بضريبة الدخل، الأمر الذي قوبل باعتراض كبير من قبل المواطنين، لا سيما أن الحكومة ذاتها اتخذت على مدار السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الإجراءات التقشفية في هدف منها للحصول على قروض جديدة من الصندوق. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذر من أن بلاده تقف أمام مفترق طرق، فإما الخروج من الأزمة أو الانزلاق في المجهول، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده واجهت ولا تزال ظروفا اقتصادية صعبة، خاصة عقب تراجع حجم المساعدات الدولية، وتحمل الأردن عبء استضافة اللاجئين السوريين. ودعا الملك إلى إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سيحال إلى مجلس النواب لمراجعته، مؤكدا تقصير الحكومة في شرح وإيضاح مشروع القانون للمواطنين والذي يعد الأحدث في سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الأردن على مدار الفترة الماضية. الحكومة الأردنية الجديدة تقع على عاتقها مسؤولية خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة والوصول إلى وضع اقتصادي أقوى، فضلا عن وضع الخطط والرؤى والتي من شأنها أن ترسم مستقبلا اقتصاديا أفضل لأجيال الأردن القادمة. في العراق أعلنت ثلاث قوى سياسية اتفاقا مبدئيا لتشكيل كتلة الأغلبية الوطنية فور المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية في البلاد. وبينت وثيقة الاتفاق التي وقع عليها ممثل كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم والقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي تشكيل تحالف كبير داخل البرلمان المقبل يضم ما لا يقل عن 100 مقعد، وهو ما قد يقرب القوى المنضوية في هذا التحالف من تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. وذكرت الوثيقة أن تحالف كتلة الأغلبية الوطنية سيقوم بإعداد برنامج حكومي قابل للتنفيذ ضمن سقوف زمنية محددة. هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا باجتياح شمال العراق بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني. قال إردوغان في تصريحات تلفزيونية إن الجيش التركي سيتوغل في جبال قنديل وسنجار ومخمور في شمال العراق إذا لم تتمكن حكومة بغداد من تطهير المنطقة من المسلحين الأكراد بحسب تعبيره. أضاف الرئيس التركي أن قواته قد تضرب منطقة قنديل في أي لحظة. هذه الساعة الإخبارية لا تزال مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير تفضلوا دائما بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى ونواصل تقديم الأخبار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القمة المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة أصبحت جاهزة للانعقاد في 12 من يونيو الجاري. وأشار ترامب خلال استقبال رئيس وزراء اليابان شيزو أبي في البيت الأبيض إلى احتمال دعوة زعيم كوريا الشمالية إلى واشنطن حال نجاح القمة المقررة، لكنه نوى في الوقت ذاته إلى استعداده للانسحاب من المحادثات إذا لم تمضي بشكل جيد. يمكن أن نوقع على اتفاق
ستكون هذه الخطوة الأولى، لكن ما سيحدث بعد ذلك هو النقطة الأساسية، ونحن ما زلنا في البداية. وآمل أن يمثل الاجتماع المرتقب في سنغافورة بداية مستقبل مشرق جديد لكوريا الشمالية ومستقبل مشرق جديد للعالم. إن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية من شأنه أن يبشر بعهد جديد من الرخاء والأمن والسلام لجميع الكوريين والشمال والجنوب وللناس في كل مكان. قال رئيس وزراء اليابان إنه على استعداد لتسوية خلافات بلاده مع كوريا الشمالية إذا سعى بيونغ يانغ لاتخاذ خطوات جادة حيال برنامجها النووي. اليابان والولايات المتحدة يجمعهما تاريخ مشترك طويل، وأؤكد أن البلدين في أفضل حالاتهما من حيث قوة الروابط بين الشعبين. لقد تحدثت مع الرئيس ترامب على قضية كوريا الشمالية وما الذي يجب أن نفعله مع اقتراب موعد القمة لتخرج بنتائج تعزز السلام والاستقرار في شمال شرقي آسيا. لقد استغرقنا وقتا طويلا وتبادلنا وجهات النظر، وأود أن أقول إنه إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة لاتخاذ خطوات نحو الاتجاه الصحيح، فإن اليابان مستندة إلى إعلان بيونغ يانغ لتسوية جميع الخلافات الماضية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون الاقتصادي. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستناقش الضمانات الأمنية لبيونغ يانغ، مضيفا أن العقوبات ستستمر إذا لم تسر المفاوضات بشكل إيجابي. الرئيس ترامب متفائل، لكنه سيدخل القمة وعيناه مفتوحتان إلى حد كبير، خاصة أننا رأينا سلسلة من الاتفاقيات غير الكافية في الماضي. لقد كانت الولايات المتحدة واضحة مرارا وتكرارا إن نزع الأسلحة النووية الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه هو النتيجة الوحيدة التي سنجدها مقبولة، وحينها يمكن البدء في تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية. وسوف يناقش الرئيس ترامب والرئيس كيم بالتأكيد التعاون الأمني بين الكوريتين وإقامة السلام وتحسين العلاقات بين دولنا، وإن لم تتحرك الأمور في المسار الصحيح ستستمر العقوبات وقد تتم مضاعفتها. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ أن وزراء دفاع الحلف اعتمدوا خطة لإنشاء قيادتين جديدتين في الولايات المتحدة وألمانيا، مشيرا إلى التوصل لاتفاق إلى زيادة الانفاق الدفاعي إلى 87 مليار دولار. الحلفاء الأوروبيون وكندا اتفقوا على زيادة الانفاق الدفاعي زيادة حقيقية تصل إلى 3.8% لأول مرة منذ عام 2014. هكذا فإن الحلفاء الأوروبيين وكندا سوف ينفقون مبلغ 87 مليار دولار على الدفاع. تنطلق اليوم قمة زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مقاطعة كيبيك شمال كندا بمشاركة رؤساء وحكومات الدول الأعضاء. يتضمن جدول أعمال القمة قضايا عدة من بينها الاستثمار في النمو الاقتصادي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلى العمل المشترك لمكافحة الاحتباس الحراري وتوفير طاقة نظيفة. قمة الدول الصناعية السبع الكبرى بكندا ستتمخض عن نتائج سيكون لها بعيد الأثر على مستقبل تحرير التجارة العالمية، ففي الوقت الذي تحاول الدول الأوروبية لا تخسر حليفها التقليدي على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، يصر ساكن البيت الأبيض على الشعار أمريكا أولا بغض النظر عمن سيغضب أو يتضرر. ربما يكون اللقاء هذه المرة الأصعب في تاريخ مجموعة الدول السبع الصناعية منذ تأسيسها قبل 42 عاما، فاجتماع زعماء الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والذي سيتواصل على مدار يومين بمقاطعة كيبك الكندية سيكون عليه معالجة عدد من القضايا الكبيرة التي ترافقت معا. وتمثل الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على وارداتها من الصلب والألمنيوم من أوروبا وكندا مأزقا كبيرا لحرية التجارة الدولية، وهو ما يهدد النمو العالمي وينذر بنشوب حرب تجارية من خلال مجموعة من الإجراءات الحمائية التي ستلجأ لها الدول المنتجة في مواجهة بعضها البعض.
خاصة مع مناقشات وزراء مالية السبع الكبار التي وصلت إلى طريق مسدود قبيل ساعات من القمة. أيضا يمثل الخروج المنفرد للولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عبئا كبيرا على الساسة الأوروبيين في ظل توقيع شركاتهم لصفقات كبيرة مع إيران وإصرار إدارة ترامب أن تطال العقوبات على طهران جميع الكيانات الاقتصادية المتعاملة معها. علاقة الشراكة والتحالف التاريخي بين الدول الصناعية الكبرى تعد في اختبار حقيقي هذا العام بسبب سياسة البيت الأبيض التي تتخذ من شعار أمريكا أولا محددا لقراراتها، إضافة إلى صعود التيارات الشعبوية والقومية داخل بلدان أوروبا التي جاءت بالإيطالي جوزيبي كونتي رئيسا للوزراء في روما ليشكل حكومة توصف بأنها معادية للمؤسسات. ورغم تلويح باريس وأوتاوا بإمكانية عمل الدول الست بمعزل عن الولايات المتحدة في بعض القضايا محل الخلاف، إلا أن ذلك لو كان ممكنا في المواقف السياسية فإنه غير يسير في القضايا الاقتصادية ومستقبل حرية التجارة العالمية. أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان له عن قلقه العميق إزاء استمرار خطر حدوث مجاعة في الصومال، مطالبا جميع الأطراف بعبور المساعدات الإنسانية بحرية حتى تصل إلى محتاجيها سريعا ودون معوقات. أكد مجلس الأمن في بيانه دعمه لنهج شامل للأمن في الصومال. هذه الساعة الإخبارية لا تزال مستمرة، ولكن بعد هذا الفصل القصير تفضلوا دائما بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث كان يشغل منصب وزير الإسكان في حكومة المهندس شريف إسماعيل. كانت حكومة إسماعيل قد قدمت استقالتها إلى الرئيس السيسي الثلاثاء الماضي، ذلك بعدما أدى اليمين لولاية ثانية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية. المجلس الوزراء في الجلسة الحالية، مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أظهر كفاءة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، ولا سيما مع تحديات الجسام التي تشهدها مصر والمشروعات الطموحة التي تحققت في الفترة الأخيرة في مجال الإسكان. مدبولي الحاصل على الدكتوراه في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروب ألمانيا، والحاصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني إدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بهولندا عام 1993. تخصص مدبولي في تخطيط المدن وتولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من سبتمبر 2009 وحتى نوفمبر 2011، وبعدها أوكل إليه منصب المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من نوفمبر 2012 وحتى آخر فبراير 2014، حين تولى الحقيبة الوزارية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في فبراير من نفس العام، وذلك في وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية ووزارة شريف إسماعيل الأخيرة. وفي عام 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتولي المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان مهام القائمة بعمل رئيس مجلس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من رحلة علاجه، ثم عاد ليتولى أخيرا رئاسة الوزارة. أحمد حسين مهندس شاب قام بمساعدة فريق من أصدقائه بتصميم تطبيق ومنصة إلكترونية تحت اسم أرزاق لتوظيف وتدريب مختلف الحرفيين في العديد من الشركات والمصانع. أملا في سد الفجوة بين احتياج المصانع للعمالة الفنية وبحث الحرفيين عن فرص عمل، قام المهندس أحمد حسين وفريق من الشباب بتصميم تطبيق ومنصة إلكترونية لتوظيف مختلف الحرفيين في العديد من الشركات والمصانع. في صديق ليا كان شغال مدير موارد بشرية في مصنع، وكان عنده مشكلة أنه هو مش عارف يوصل للعمالة الفنية أو الحرفية، وعملت زي سيرفي في السوق أو مسح يعني كده، اكتشفت أنه هو من سن 18 سنة لحد 35 سنة أكتر من 98% من العمالة الفنية أو الحرفية موجودة على الانترنت وتعرف تتعامل مع التطبيقات، بحيث العامل يقدر يعمل سيرة ذاتية بسيطة عليه فيها عنوانه ومؤهله ايه تليفوناته خبرته، وفي نفس الوقت الشركة بتقدر تعمل حساب على الويب سايت وبتقدر تنزل فرص
السيستم بتاعنا ذكي، بمعنى ان مثلا لو في فرصه عامل لحام نزلت في شركه، اي حد مسجل عامل سيره ذاتيه انه عامل لحام هيجيله اشعار بالموضوع دوت، هيبدا يقرا الفرصه ويقدر المرتب وكل حاجه عنها، لو عجبته بيقدم عليها من خلال تطبيق ارزاق. ويغطي الموقع محافظات القاهرة الكبرى والشرقية والإسكندرية ويوفر فرصا تدريبية أيضا. خدمة التدريب المؤسسة التدريبية بتقدر تحط فرص تدريبية، واللي عايز يتدرب بيقدم عليها من خلال التطبيق. وبرضو في شركات عندها إنها بتدرب العمال بتوعها أو بتدرب ناس وبعدين بتشغلهم، إحنا فتحنا الفرصة للشركات دي إنها تنزل فرص تدريبية مدفوعة الأجر للشباب بحيث إنه يتدرب عندها شهر أو اتنين وبعد كده يتعين عندها فورا. ولقت الفكرة إقبالا كبيرا من الحرفيين، حيث ساهمت في توظيف 100 عامل خلال شهرين فقط. وصلنا في الفترة اللي فاتت ل 30,000 داونلود، يعني 30,000 سي في على الموقع. وصلنا ل 300 شركة سجلت على الموقع وأعلنت عن 5,000 فرصة عمل وفرص تدريبية. من ضمن السيرفي اللي عملناه برضو اكتشفنا إن في نسبة كبيرة قوي من العمالة الفنية والحرفية شغالين شغل خاص، عندهم ورش أو محلات. فبدأنا نعمل دليل أرزاق ممكن تلاقي عليه كهربائي، ميكانيكي، سباك، أي مهنة حرفية، بحيث أنت بتخش بتدور بالمنطقة وبالخدمة اللي أنت عايزها بتلاقيه وبتلاقي تليفوناته وبتلاقي موقعه الإلكتروني وإزاي تروح له بخرائط جوجل وتقييم الناس وريفيوز عنه. ويحلم الفريق بالتوسع في المشروع لكي يغطي كافة أنحاء مصر. هدفنا نوصل ل 500,000 داونلود، نوصل ل 2,000 شركة تسجل على الموقع، و 50,000 فرصة عمل وفرصة تدريبية تكون على الموقع، وعلى الأقل 30,000 واحد يشتغلوا من خلال أداء. جولة في أخبار المال والأعمال بعد لحظات. التقى وزير التجارة والصناعة طارق قبيل وفدا من شركة جيليتا الألمانية العاملة في مجال تصنيع وإنتاج الجيلاتين، وبحث اللقاء تطلع الشركة الألمانية لإنشاء مصنع لإنتاج الجيلاتين في مدينة الجلود بروبيك. وأشار قبيل إلى أن هذا المشروع حال تنفيذه سيعد الأول من نوعه في إنتاج الجيلاتين في مصر، كما يعد أيضا المشروع الأول للشركة في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مقترح إنشاء المصنع بمدينة الجلود بالروباكي يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المخلفات الناتجة عن عملية دباغة الجلود واستخدامها في تصنيع الجيلاتين، حيث تعد الجلود المصدر الرئيسي لاستخراج مكون الجيلاتين ومن ثم إعادة تصنيعه. وقعت مصر وألمانيا اتفاقا لإنشاء مكتبين لكل من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في القاهرة. وقع الاتفاق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة سحر نصر والسفير الألماني بالقاهرة يوليوس جورج لوي بحضور عدد من المسؤولين الألمان. ينص الاتفاق على إنشاء مكتبين في القاهرة بهدف دعم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا. الأول مكتب للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والثاني لبنك التعمير الألماني KFW بهدف دعم تنفيذ المشروعات في البلدين. يتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة في مصر، فيما سيختص مكتب بنك التعمير الألماني بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. وعلى هامش التوقيع قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن مصر تبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية والبرامج التنموية مع ألمانيا، وهي المرحلة التي أسس لها لقاء الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معربة عن سعادتها بافتتاح مكتبين لبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر. احنا بنبتدي مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية ومن البرامج التنموية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا، بالفعل مرحلة جديدة وبدأنا يعني نتفاوض عليها منذ زيارة سيادة الرئيس والاجتماع مع كونسل ميركل في برلين، وبالفعل تحركنا سريعا وسعداء بتوقيع هذا البروتوكول بتأسيس يعني مكتب مهم في منطقة شرق الأوسط شمال أفريقيا، مكتب إقليمي لمؤسسات تنموية يعني لها دور أساسي
من الجانب الألماني وكانوا حريصين زي ما أكد الكلمة الافتتاحية للسفير أن بالفعل المرحلة اللي بتمر بيها مصر من برنامج إصلاح اقتصادي طموح بكل الإنجازات اللي تمت خلال 4 سنين اللي فات قدر ان فعلا ان احنا يبقى فيه دعم كبير موجه من الجانب الالماني لدعم هذا البرنامج، يعني يوجه مبلغ بس لدعم البرنامج الاقتصادي بكل محاور هذا البرنامج، سواء من تحسين مناخ الاستثمار وبيئه الاعمال، دعم اكتر ومشاركه اكتر للمقطاع الخاص، كل الاصلاحات الماليه والنقديه اللي قامت بيها الحكومه في خلال الفتره اللي فاتت. وافقت وزارة الإسكان على منح مهلة لمدة عام بدون مقابل للعملاء المخصصة لهم أراضي مساحة صغيرة بنشاط سكني تجاري دون الأراضي الواقعة بمركز الخدمات للأحياء أو المدينة، وذلك للانتهاء من تنفيذ وحدة سكنية في الأقل مع التشطيب الخارجي للمبنى والسور طبقا للاشتراطات البنائية لقطع الأرض. قال وزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولي إن هذه المهلة تسري على قطع الأراضي السري تخصيصها أو الملغى، وما زالت في حوزة العميل شريطة سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ الموافقة والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة من العميل على الهيئة أو جهاز المدينة، وأن يكون العميل حاصلا على رخصة بناء وشرع في الأقل في تنفيذ سقف دور. كشفت وزارة التخطيط عن تحسن الخدمات الحكومية في إشارة واضحة على تنفيذ خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف لإنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وتقديم خدمة متميزة للمواطن من خلال إعادة هندسة الدورات عمل جميع الخدمات الحكومية في كافة مراحلها المختلفة، بالإضافة إلى توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة. وأوضحت الوزارة أن محور تحسين الخدمات الحكومية يتضمن عددا من الخدمات الجماهيرية، منها ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، النظام المركزي للتطعيمات، تطوير نظم وحدات ونيابات المرور، بالإضافة إلى تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. بحث السفير المصري بطوكيو أيمن كامل مع وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني كينسيتو عودة تصدير الموالح والفواكه المصرية إلى السوق اليابانية. استعرض السفير التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك إجراءات تعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية، كذلك مؤكدا زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية في السنوات الأخيرة خاصة لدول الاتحاد الأوروبي في ضوء جودتها العالية وأسعارها التنافسية. أشار السفير إلى أن وزارة الزراعة وإدارة الحجر الزراعي قامت بالانتهاء من إجراء التجارب الخاصة بذبابة الفاكهة وموافاة الجانب الياباني بالنتائج حول تطبيق تقنيات المعاملة بالتدريب حسب المواصفات الدولية القياسية لمنع انتقال الآفات ضمن الصادرات. تشهد شوارع مدينة العريش انتعاشة كبيرة الفترة الحالية، لا سيما بعد السماح للسيارات الملاكي بالتزود بالوقود والسفر من محافظة شمال سيناء إلى القاهرة والعودة يومي الخميس والجمعة. وقال وكيل وزارة التموين بالمحافظة فتحي راشد أبو حمدة أنه تم توفير السلع في منافذ البيع الاستهلاكية والأسواق الشعبية، ذلك مع وجود رقابة مشددة على الأسعار لمنع الاستغلال ومواجهة جشع التجار، ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة. وأشار إلى أن فتح 9 محطات للوقود في نطاق العاصمة العريش بخلاف محطة الغاز للسيارات خلال يومين وبكميات مقننة أدى إلى حدوث حراك كبير في المنطقة. هذا كما انتعشت حركة بيع الخضروات والفواكه والسلع واللحوم في ميدان الرفاعي وسط مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء خلال أيام شهر رمضان المبارك، مع توفر جميع احتياجات المواطنين اليومية وانضباط حركة البيع والشراء. كل وقت حلو والناس مبسوطة وآخر حلاوة وكله خير موجود ونعمة الله، ما فيش حاجة ناقصة أبدا، والأسعار آخر حلاوة رخيصة والناس بتشتري بتاكل، لا ما فيش مشاكل. الأسعار حلوة النهاردة 100%، والله ما في حاجة كله موجود في السوق. جولة في أخبار الرياضة. والزميلة كريستين رياض، لك كريستين. شكرا رجائي، شكرا رغدة. جولة
جولة رياضية سريعة من أونلايف. أهلا بكم. يؤدي منتخب مصر مرانه الأخير قبل السفر إلى روسيا من أجل نهائيات كأس العالم لكرة القدم بحضور الجماهير في استاد القاهرة غدا السبت. كان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة قرر طباعة 1000 دعوة لحضور تدريب المنتخب، وأرسل الاتحاد دعوات إلى مديرية أمن القاهرة لوضع أختام الجهات الأمنية عليها قبل توزيعها. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر يونيو بشكل استثنائي بسبب انطلاق كأس العالم يوم الخميس المقبل بروسيا. شهد التصنيف تقدم منتخب مصر مركزا وحيدا ليحتل المرتبة 45 بدلا من المركز 46 الذي احتله الشهر الماضي، بينما اختلفت مراكز منافسي الفراعنة في كأس العالم. تراجع المنتخب الروسي 4 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 70، بينما جاء المنتخب السعودي في المركز 67 وهو نفس المركز الذي احتله الشهر الماضي. وشهد التصنيف تقدم منتخب أوروغواي 3 مراكز ليحتل المرتبة 14. يسافر سعد سمير مدافع المنتخب الوطني قبل بعثة الفراعنة بيومين إلى مدينة جروزني عاصمة الشيشان دون انتظار البعثة التي تطير يوم السبت المقبل لخوض المونديال. قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني إن انتظار سمير للسفر مع البعثة سيجعل جواز سفره منتهيا، ويجب إصدار آخر جديد بإجراءات أخرى تتمثل في حصوله على موافقة القوات المسلحة المصرية نظرا لأنه لا يزال مرتبطا بالتجنيد. أكد محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي أن لجنة الكرة قررت تأجيل الإعلان عن المدير الفني الجديد إلى وقت لاحق لحين الانتهاء من بعض الأمور الخاصة بعملية التفاوض وشروط التعاقد. أضاف أن اللجنة كانت قد توصلت خلال الأيام الماضية إلى اتفاق نهائي مع البرتغالي جوزيه غوميز، وبالفعل تم التعاقد معه وإرسال تذاكر السفر الخاصة به للحضور للقاهرة، إلا أن اللجنة فوجئت باتصال من المدير الفني يعتذر فيه عن عدم تفعيل العقد لظروف أسرية خاصة به. تلقت إدارة النادي الأهلي خطابا رسميا من نظائرهم في اتحاد جدة السعودي يطلبون فيه شراء التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل. لم يتضمن عرض اتحاد جدة السعودي أي مبالغ مالية، ولكنهم طلبوا من إدارة الأهلي تحديد المبلغ المطلوب لشراء الدولي التونسي. دخل علي معلول دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والعربية بعد تألقه مع الأهلي في الوقت الذي سيشارك اللاعب مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بروسيا. كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تلقي المجلس الأبيض تأكيدات بوصول عرض سعودي لضم علي جبر مدافع الفريق المعار لصفوف ويست برومتش الإنجليزي فور انتهاء منافسات كأس العالم في روسيا. قال المصدر إن علي جبر يتمنى استمرار تجربة احترافه في أوروبا خلال الموسم المقبل، ولكن يتوقف الأمر على العروض المتاحة أمامه بعد المونديال ومدى تألقه في صفوف الفراعنة، وحال عدم تلقيه عروضا مناسبة سيكون الأقرب انتقاله للدوري السعودي. قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حسم موقف باسم مرسي مهاجم الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل في الفترة المقبلة. يتجه رئيس الزمالك إلى الإبقاء على باسم مرسي في صفوف القلعة البيضاء، خصوصا أن الفريق يحتاج لجهود اللاعب. وأكد منصور أنه يرفض رحيل باسم مرسي بشكل نهائي، لكن من الممكن الموافقة على إعارته لأحد الأندية أندية الخليج نظير مقابل مادي جيد. أعلن نادي قاسم باشا التركي المحترف ضمن صفوف محمود تريزيجيه تلقيه عرضا رسميا من نادي جالتا سراي من أجل الحصول على خدمات اللاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الصيفية. قال هيكمة أوكوسوز نائب رئيس قاسم باشا أن رئيس النادي رفض الموافقة على رحيل تريزيجيه، مؤكدا أن اللاعب بإمكانه الرحيل إذا قام بدفع 5 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم.
تأهل المصنف العالمي الأول سابقا نيك ماثيو إلى نصف نهائي بطولة العالم للسكواش في دبي، وذلك بعد فوزه على المصنف الخامس الكولومبي ميغيل رودريغيز، الفوز بمجموعتين لمجموعة في مواجهة صعبة استمرت 72 دقيقة لتكون أطول مواجهة في البطولة حتى الآن. في منافسات السيدات فازت المصنفة السابعة النجمة الإنجليزية لورا ماسارو على موطناتها سارة بيري وسط استياء الأخيرة من التحكيم، وأصبحت ماسارو أقرب الآن من بلوغ نصف النهائي. وفازت المصرية بطلة العالم الحالية رنيم الوليلي على الفرنسية كاميل سيرمي في المجموعة الثانية، ولم تحسم تذاكر التأهل من هذه المجموعة المعقدة بعد. جولة الرياضة، والآن نعود إلى رغدة ورجائي لاستكمال هذه النشرة، تفضل. شكرا كريستين. إذا مشاهدينا بأخبار الرياضة نكون قد وصلنا لنهاية هذه الساعة الإخبارية رغدة، ونذكركم بأهم ما عرضناه من أخبار. موسكو وبكين تنسقان لمواجهة التحديات الأمريكية. في ذكرى نكسة، الفلسطينيون يتأهبون للمشاركة في مليونية القدس، والاحتلال يتأهب على حدود غزة. والجيش الليبي يعتقل مسؤول الملف الأمني في تنظيم القاعدة ويقترب من حسم معركة درنا. هذه الساعة الإخبارية انتهت. المزيد من الأخبار مشاهدينا تأتيكم دائما على رأس كل ساعة، تفضلوا دائما بالبقاء معنا عبر شاشة أونلاين.